الأبيض أن الاجتماع المقرر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم قد أرجى بسبب التطورات في أفغانستان. وكان بنت قد توجه إلى واشنطن معتزما إخبار بايدن بأن هذا هو الوقت المناسب لوقف الإيرانيين وليس لمنحهم شريان الحياة بإعادة الدخول في اتفاق نووي منتهي الصلاحية حسب تعبيره. وعقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أكد بنت أنه بحث في واشنطن كيفية وقف مساعي إيران للسيطرة على المنطقة وسباقها لامتلاك سلاح نووي. هي الزيارة الأولى له منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، يجس خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت نبض البيت الأبيض الأمريكي، عينه على برنامج إيران النووي الذي تحرر من قيود عدة فرضها عليه اتفاق طهران مع مجموعة 5+1 عام 2015. سنتحدث عن مجموعة من القضايا. في المقام الأول، كيف يمكننا صد ووقف سعي إيران للهيمنة على المنطقة وسباقها لامتلاك سلاح نووي؟ غير أن وزير الخارجية الأمريكية لا يشاطر بنت أكثر من مشاعر الخوف من برنامج طهران النووي. نتطلع إلى معالجة كل التحديات التي نواجهها، خاصة الأمن الإقليمي والمخاوف العميقة التي نشاركها بشأن إيران والدور الذي تلعبه في المنطقة بما في ذلك برنامجها النووي. فالإدارة الديمقراطية تتبنى مقاربة يرفضها الحليف الإسرائيلي. هذا الحليف لا يعتقد أن الاتفاق النووي الذي تسعى إدارة بايدن لإحيائه سيلجم طموحات إيران النووية لأنه فاقد للصلاحية كما يصفه بنت. ولذا لا يريد رئيس الحكومة الإسرائيلية عودة عقارب الساعة الأمريكية لما قبل 8 مايو 2018، يوم أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران. وبالمقابل يحمل بنت في جعبته البديل، سيعرض على الرئيس جو بايدن خطة جديدة لاحتواء برنامج إيران النووي تشمل تشكيل تحالف إقليمي مع دول عربية تعارض النفوذ الإيراني في المنطقة بحسب ما كشف الصحيفة نيويورك تايمز. لا يقتصر اختلاف الرؤى بين الإدارة الديمقراطية وبنت على كيفية احتواء برنامج طهران النووي، بل يمتد ليشمل القضية الفلسطينية. إدارة بايدن تعارض توسيع الاستيطان وتؤمن بحل الدولتين، وهو ما لا يتبناه بنت. ومع انهماك الإدارة الأمريكية هذه الأيام في الشأن الأفغاني، ومع تسارع البرنامج النووي الإيراني وتولي رئيس محافظ لسدة الحكم في طهران، فإن توقيت الزيارة بحسب مراقبين يبدو مثاليا لبنت لحث إدارة بايدن على دفن الاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته على تأجيل أي مطالبة أمريكية بوقف الاستيطان وإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس. الآن من نيويورك ينضم إلينا مهدي عفيفي الكاتب السياسي. سيد مهدي، مرحبا بك. هل ترى أن بنت سيستطيع إقناع بايدن أو كسب بايدن لصالح مخططاته تجاه إيران؟ تحية إليك وإلى ضيوفك الكرام. في الحقيقة لا أعتقد أن بنت يستطيع إثناء بايدن وإدارته عن هدفهم في الوصول إلى اتفاق جديد وليس الاتفاق القديم. هذا ما حدث لأن الإدارة الأمريكية قد وعدت الناخب الأمريكي في الدخول في اتفاق جديد مع إيران، ومنه يستطيع الرئيس الأمريكي أن يفرض بعض الشروط والتي هي تشتمل على اتفاق يشتمل على الصواريخ البالستية، وأيضا يوسع مدى هذا الاتفاق ومدته، وأيضا يضمن التوازن في منطقة الشرق الأوسط. فلذلك أعتقد أن محاولات بنت لن تبوء بالنجاح في هذه المرحلة. نحن نعرف موقف بايدن من إيران وسياساته كنائب للرئيس وسياسة الرئيس حينها أوباما تجاه الملف النووي الإيراني، تجاه توجيه ضربة إسرائيلية لإيران. هل هناك احتمال لأن يكون بايدن قد تغير الآن سياسته، ربما قد تتغير بطريقة أو بأخرى حينما أصبح رئيسا، أم أنه سيبقى في ظل سياسة أوباما السابقة تجاه إيران؟ أعتقد أن النظر إلى بايدن كنسخة مكررة من أوباما هو غير صحيح.
المعطيات الآن على أرض الواقع تختلف، المتطلبات لاتفاق جديد مع إيران تختلف عن الاتفاق القديم الذي كان محدودا بالأسلحة النووية. لذلك أعتقد أن بايدن الرجل المحنك والذي عمل في فترة طويلة غير نائب الرئيس أيضا رئيس لجنة السياسات الخارجية في مجلس الشيوخ يستطيع أن يلتقي ببنت ويقنع بنت باختيارات أخرى قد لا تكون ما يريده بنت، لكن أعتقد أن الرئيس بايدن يرى أن الاتفاق النووي الجديد المزعم مناقشته مع إيران هو أصلح للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وأن هناك لا ننسى دعم من الدول الأوروبية لمشروع هذا الاتفاق. بنت اليمين المتطرف هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الولايات المتحدة منذ غير بنيامين نتنياهو طبعا منذ 10 سنوات أو 12 سنة تقريبا. طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو علاقته مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية كانت سيئة كما نتذكر، تحسنت فقط مع ترامب. الآن نفتالي بنت على أقصى على يمين أو أقصى يمين نتنياهو، فكيف ستكون العلاقة مستقبليا بين الإدارة الديمقراطية حاليا بايدن على رأسها والحكومة الإسرائيلية ببنت على رأسها؟ في الحقيقة هذا سؤال ممتاز، لأن التوازن في هذه العلاقة مهم جدا للإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تريد ألا تسقط حكومة بنت لأنها لا ترضى بأن تأتي حكومة أخرى على مثال نتنياهو. لذلك أعتقد أن دائما في المعاملات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هناك مقايدة على مصالح أخرى، مثلا القبة الصاروخية التي تحمي إسرائيل قد تكون على النقاش، أيضا مسألة توقف إسرائيل عن البناء في المستوطنات. أعتقد أن بنت أحد متطلباته سيكون لبايدن ألا يتطرق لهذا الموضوع في الوقت الحالي. أيضا مسائل التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل، هناك ملفات كثيرة، ودائما أقول أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة وطيدة، قد تختلف الإدارات ولكن العلاقة تستمر بنفس القوة. قد يكون هناك بعض الخلافات لكن إسرائيل هي يعني أحد ولايات الولايات المتحدة الأمريكية. بنت ينوي طرح خطة أخرى، يعني واحدة من الخطط التي ينوي طرحها على بايدن هي تشكيل تحالف استراتيجي إقليمي معادي لإيران، من يتشكل أساسا من إسرائيل طبعا، الولايات المتحدة والدول العربية المحيطة بإيران والتي طبعا موقفها السياسي معروفة من إيران، ولكنه لا يأتي بجديد في هذا المجال، هذا التحالف موجود أصلا. هذا التحالف بالفعل موجود ولا يستطيع أن يكبح ما تقوم به إيران، وإلا كان قد فعل هذا في الأعوام الماضية. أعتقد أن الإدارة الأمريكية مصممة على الوصول إلى نوع من الاتفاق مع إيران بالتحالف مع الدول الأوروبية والتي تدعم الموقف الأمريكي، كما رأينا في اجتماع السبعة منذ قبل ذلك وفي لقاءات الناتو. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول أن يكون هناك نوع من الضغط على إسرائيل في قبول ما تسمو إليه من اتفاق جديد مع إيران، وقد يكون هذا اتفاق مرحلي بشكل مجزأ، الوصول إلى اتفاق نووي ثم إدراج باقي القضايا. لكن لا أعتقد أن مسألة تكوين تحالف والذي هو موجود فعلا يمكن أن يغني عن ما تصبو إليه الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك مهدي عفيفي الكاتب السياسي من نيويورك.